يبقى معنا مراسل العربية سعد المسعودي. سعد مرحبا بك. سعد، ما هي أصداء المشاركة السعودية وهي الأعلى ربما في تاريخ المشاركات في هذا المهرجان؟ فعلا تحياتي خالد. طبعا الوفد السعودي كان يعمل كخلية، يعني خلية عمل تسابق الليل بالنهار، اجتماعات على طول الوقت من الصباح للليل. نحن هنا في الجناح السعودي، الوفد السعودي بالأكمل هو مدعو على غداء عمل من جهة فرنسية خارج مدينة كان، وهذا غداء العمل لكل الفريق العامل. يعني هناك نقاشات، هناك اجتماعات مع الجانب الفرنسي، مع الجانب من هوليوود، الاتحاد الأوروبي، صناديق دعم السينما في العالم، كلها كانت تجتمع مع المخرجين السعوديين، مع المسؤولين على هيئة الأفلام ومركز الملك عبد العزيز إثراء، وكذلك الحال ما تم الإعلان عنه بين محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة، وهو منتج لفيلمين أيضا في السعودية سيصوران قريبا جدا، وأيضا إثراء. كل هذه الاتفاقات التي تمت في هذه الخيمة، في خيمة كل العرب كما أسميناها، لأنها الخيمة الوحيدة أو الجناح الوحيد العربي هذا العام، حيث كانت كل اللقاءات هنا، كل الاجتماعات هنا، كل المشاريع التي تبحث عن تمويل، عن ممول إنتاج، كلها تأتي إلى الجناح السعودي. ولذلك الوفد السعودي استقبل يعني عشرات المشاريع، وأيضا بشر بأن 40 مشروع سيتم إنتاجها عربي وسعودي، وستكون مبلغ الـ 14 مليون دولار التي قدمت من هيئة الأفلام 4 ملايين والبقية من مركز الملك عبد العزيز إثراء، ستساعد الشباب لا سيما لديهم مساحة كبيرة جدا لإنتاج أفلامهم، لأن حتى يأتوا إلى كان، إلى هذه المدينة، إلى البساط الأحمر، تكون أفلامهم بالمسابقة كما شاهدنا قبل قليل الفيلم المغربي الوحيد في المسابقة الرسمية، أما بقية الأفلام بمسابقات أخرى. حقيقة ورشة عمل كانت على مدار كل الأيام، اليوم هو اليوم الأخير لنشاط الوفد السعودي في هذه الخيمة، وكانت فعلا قدمت ما كان يصبو لها حسب الرؤية 2030، والكل يعمل على ذلك خالد. طيب، شكرا لك مراسل العربية من كان سعد المسعود.